Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2023 en Turquie, dans la ville de Şanlıurfa, à la frontière syrienne. Voici les denrées alimentaires que nous avons achetées par la cause de vos dons. Ces denrées alimentaires vont être préparées, mises dans des colis, vont être distribuées en Syrie, dans la ville de Idlib et ses alentours, à plus de 1250 familles. Dans ces colis-là se trouvera du riz, du boulgour, plusieurs sortes de pâtes, des lentilles, de la sauce tomate, de l'huile, etc. Nous tenons à vous remercier pour ce grand bienfait-là. Nous tenons à remercier la mosquée Abou Bakr Siddiq dans la ville de Roubaix pour ce grand bienfait-là. Qu'Allah vous récompense. من فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا في مسجد أبي بكر في مدينة روبي فرنسا عطاءهم هذا لمتضرري الزلزال في شمال غرب سوريا، تجمع مخيمات مرام في منطقة معرة مصرين. وصلنا بهذه السلال الغذائية لتقديمها لأهلنا المتضررين من الزلزال عام 1444 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لكم في أرزاقكم ويجعل ذلك مثقالا في ميزان حسناتكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكرا على الإغاثة جبتوا لنا إياها، أنا كثير مبسوطة. شكرا يا مسجد أبو بكر، دخل لي أمي تطبخ لي معكرونة أنا كثير بحبها. بشكر مسجد أبو بكر الصديق اللي أعطانا هالسلة وفرح هالولاد، واللي كان الجوع والله الحنا مين جوعانين، الحنا ضهرنا مين جوعانين، وفرحتونا هالولاد، والله يجزيكم كل خير والله يوفقكم، وان شاء الله ما بتنسونا، بتضل على طول تتفقدونا. اليوم بدي اطبخ لها رز بشعيريه وحضر منه معكرونه وخليني اكلها يشبعها. حالتنا تحت الصفر، وانا عم ربي ايتام وبنتي عم تربي ايتام، والله ايام مننا جوعانين احنا والولاد، يعني ما عندنا اي شيء، لا معين ولا انسان ولا حدا، اولادنا كلها صغيرين، يعني اذا ما انت عنتونا ورب العالمين عنا من نموت من الجوع. نشكر مسجد أبو بكر الصديق بهالمساعدة اللي لحقونا عليه، والله كنا ميتين من الجوع، ما ضل عندنا شيء نبيعه، والله صارنا مدري كم شهر ما شفنا شيء من المعونات، وعندنا عجيات يتيمات، والله يكون بعوننا، والحمد لله نترجى من الله إنه مسجد أبو بكر الصديق يظل مستمر علينا بهالدعم، الدعم من إياه، والله يعوض عليه ويكسر خيره. إيش بطبخ لك يا حمودي، معكرونة ولا شوربة عديس ولا مجدرة؟ والله ما طبخنا، ما عندنا نطبخ، والطفل بيحب المجدرة كثير وبيحب الشوربة، بيقول لي أنا أطبخي لي شوربة وما بلاقي شوربة، ما في نطبخ يا خاي، والله ما في. بقى هلا جبت لنا هالمساعدة، ما في، ضعيف كثير المخيم، ما في مساعدات، ما في شيء. بشكر المسجد أبو بكر الصديق على هالسلة اللي ساعدنا فيها، جزاه الله خيرا ويعطيه العافية، والله ونحن بحاجة كثير كتير بحاجة لسلة غذائية، يعني هاي فيها أكل وشرب إن شاء الله، هيك فيها مساعدة إلنا ويعطيه العافية جزا الله خيرا. أنا عندي أيتام الله يكون بالعون، والعالم كله فقيرة، المطبخ فاضي ما في شيء، يعني ساعدتونا بهالسلة الله يعطيكم ألف عافية. وصلنا بهذه السلة الغذائية ضمن مشروع إغاثة مضطري الزلزال في الداخل السوري لأهل المهجرين في مخيمات النزوح في مخيم طيبة. طبعا يوجد في هذا المخيم الأرامل والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة، بتبرع من مسجد أبو بكر الصديق بمدينة روبي فرنسا. جزاكم الله كل خير وأخلف الله عليكم في هذا البذل والعطاء، والحمد لله رب العالمين. الشكر لمسجد أبو بكر على هالسلة الغذائية، جزاكم ألف خير ويجعلوا في ميزان حسناتكم ويكتب أجركم، يعني كل شيء فيها، عدس للمجبرة، عدس مجروش للشوربة، سكر، زيت، دبس، معكرونة، كل شيء هذا ما كان عندي. الله يرزقكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم أنت وكل من ساهم بهالعمل الخير، الله يرزقكم. يعني جيتونا بآخر رمق، يعلم الله، يعلم الله بحالنا وضعنا، هون مخيم كثير وضع مأساوي، المخيم ما في أي شيء، يعني لا معوني لا إغاثي لا سلة غذائية لا مبلغ مالي، يعني عم بتدين ربطة الخبز بالدير، المي مشترى، الخبز مشترى، ما عندي حدا كفلان ليتام، يوم اللي عندنا عم نشتري الخبز، يوم اللي ما عندنا بنقول لهم يعني اصبروا ايش بدي اعمل؟ هلق صار عندي اكل الحمد لله بطعم اولادي وفرحنا وفرحت هالاولاد الايتام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Comme promis, vous voyez à travers cette vidéo les résultats de vos dons. اللهم بارك فيكم. Il n'y a évidemment pas grand chose à ajouter. Alhamdoulilah, on voit clairement la joie de nos frères et sœurs et des enfants
quand ils ont reçu ce colis. Et au-delà de nos dons, ils ont été vraiment réchauffés par notre action et de notre soutien par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sûr qu'en voyant une telle vidéo, ça nous donne envie de se mobiliser encore et encore. Et bi'idhnillah, nous espérons pouvoir vous présenter des futurs projets à partir du mois de septembre. J'y reviendrai plus amplement bi'idhnillah. Hayakum Allah, wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.